نرجع على اللقاء اللي جمع وزير الخارجية خميس الجناوي اليوم الصباح بالممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسية الأمنية فيدريكا موغريني على هامش قدومها لتونس في زيارة عمل لمدة نهارين. لقاء عبر على إثر خميس الجناوي على أمله في لقاء قمة بروكسل اللي المنتظر باش يجمع رئيس الجمهورية البيجي قائد السبسي برؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي ثلاثة. ومن جهتها أكدت المسؤولة الأوروبية أنه تونس شريك استراتيجي وأنه الاستثمار فيها أولوية استراتيجية لكل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وإن أعلنت قرار الاتحاد القاضي بالترفيع في مبلغ الدعم المالي لتونس ل 300 مليون أورو سنويا بداية من 2017 إلى غاية 2020. هذا وتناول اللقاء الوضع في ليبيا، وإن أكدت المسؤولة الأوروبية تتابق وجهات نظر الطرفين بخصوص ضرورة العمل على دعم السلم في المتوسط. أتمنى أن القمة هذه المشتاقة لأول مرة بين أوروبا ودولة من جنوب المتوسط التي سيشارك فيها السيد رئيس الجمهورية، نتمنى أن هذه القمة تفضي إلى نتائج ملموسة تبرز مدى مساندة الاتحاد الأوروبي لتونس. On a décidé d'avoir une augmentation de notre soutien financier à la Tunisie pour l'année prochaine. Ça va être 300 millions d'euros pour 2017 avec avec l'intention de garder ce même niveau de soutien financier pour les années qui viennent jusqu'à 2020. Mais ça, notre partenariat va bien au-delà du soutien financier. Ça touche tous les domaines de notre coopération, de l'environnement à la création de travail, au développement économique, à la sécurité, à la politique étrangère. On a discuté de la situation en Libye. C'est pour nous très important de travailler ensemble. نمشيو للولاية